صنبور الأسرة السعيدة. بالنظر إلى ما يتمتع به الماء من أهمية، قام كثير من الشركات المتنافسة بإصدار أنواع مختلفة ومبتكرة لأشكال صنابير الماء ومزاياه، فمنها الملونة ومنها الفاخرة، بعضها يعمل بالدوران وأخرى تعمل بمقبض علوي. لكن أحداً ما لم تخطر له فكرة مبتكرة كتلك التي قامت بها شركة الأسرة السعيدة. صنبور الأسرة السعيدة، آخر ما توصل إليه خبراء التمديدات الصحية، ما إن نسكب الماء من الصنبور حتى تبدأ الموسيقى. اغسل يديك كلما دق الكوز بالجرة واستمتع بأجمل الألحان. صنبور الأسرة السعيدة، اقتنيه الآن قبل نفاد المقدار. أبي، ألسنا أسرة سعيدة؟ بلى. إذا نحن في حاجة إلى صنبور الأسرة السعيدة. لا، أنا لا أحب الضجيج. الصنابير لغسل الأيدي والشرب وليست مذياعاً. هذا المنتج لم يعجبني. لكن الحالة لم تكن كذلك عند سكان المدينة التي يعيش بها نصوح، حيث يشكل التلفاز تسليتهم الوحيدة. لذا هرع الجميع إلى المتاجر يشترون المنتج الجديد. أم طلال، خفضوا صوت التلفاز قليلاً، أريد أن أنام القيلولة. التلفاز مقفل يا نصوح، لكن يبدو أن أحد الجيران يغسل يديه بصنبور الأسرة السعيدة. أمي، أريد أن أدرس. أغلق النافذة، ما زال جارنا يغسل يديه. من قال له أن يحمل الشحم بيديه؟ بالنظر إلى الانتشار الكبير الذي حققه صنبور الأسرة السعيدة، قامت الشركة المنتجة بزيادة إنتاجها. مرش الأسرة السعيدة، ضعه في الحمام وتمتع بموسيقى راقصة. يا حبيبي، هذا ما كان ينقصنا. نصوح يحب النظام، ينام 7 ساعات في اليوم كي يخرج إلى عمله نشيطاً، لكن هل استطاع النوم هذا اليوم؟ ما هذا الصخب في الحي؟ لابد أنهم يستحمون. وهكذا أصبحت الصنابير ومرشات المياه تعمل طوال الليل والنهار. ألا ينام أهل هذه المدينة؟ وما هذا أيضاً؟ إنها لا لا لم تستطع النوم، فبدأت ترقص طوال الليل. وماذا عن طلال؟ إنه في غرفته يطلع كلمات لهذه الألحان. أسرع أسرع يا عصفور، هيا، أين النور؟ لا 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 لا. وهكذا لم تستطع المدينة النوم 2 أسبوع كاملين. الجميع كان يترك الصنابير مفتوحة ويجلس ليرقص أمامها، أو يجلس في الحمام طوال الليل والنهار يستمتع بالموسيقى المنوعة. شركة الأسرة السعيدة بدت سعيدة لذلك، فكثفت من منتجاتها في الأسواق. خراطيم مياه الأسرة السعيدة، مرش الأسرة السعيدة، بحرة الأسرة السعيدة. يبدو أننا لن نستطيع النوم وإلى أجل غير مسمى. كان لهذا الحدث تغيير جذري في حياة المدينة. أهمل المزارعون العمل في مزارعهم وأخذوا يرقصون طوال الليل والنهار، تاركين مرشات المياه تصدر أنغاماً متنوعة. وبدا الناس سعيدين متجمهرين حول صنابير المياه، وفي الحمامات، وحول البحيرات، في الشوارع والساحات، وفي المنازل، وفي أثناء غسيل السيارات وسقي التربة. وهم يرقصون ويقيمون الحفلات اليومية طوال الليل والنهار، تاركين المياه تنسكب بغزارة. عطلة في المدرسة، معلمتي تقول إنها لم تذق طعم النوم، والمديرة في الحمام منذ يومين. لم يأتي سائق الباص، ما زال يغسل سيارته منذ البارحة. أقفلت الشركة يا جليلة. وهكذا عم الكساد الاقتصادي البلد، وأغلقت الشركات، وأصيبت التربة الزراعية بتخمة مائية، مما أدى إلى كساد المحاصيل الزراعية. لكن الحالة ما لبثت أن تبدلت.
أسرع وخبرني يا عصفور، هل سأنام يا شطور؟ لم أنهي القصيدة. أين الموسيقى؟ بل أين الماء؟ نعم، لقد جفت الآبار والينابيع الطبيعية والصناعية، وبدا العطش والتصحر واضحا في المدينة. لا تقلقوا صنبور الأسرة السعيدة، اضغط الزر واسمع صوت الماء حتى لو كانت المياه مقطوعة. صوت الماء لا يطرب إلا الذين لا يدركون قيمة النعمة، ودمتم سالمين.